فكرتش في مره وانت بتقلب في ريلز الانستجرام ان في فيديو عجبك وعايز تحفظه عندك ومش عارف؟ تعال اقول لك ازاي. هنفتح الانستجرام بتاعنا بالشكل ده وهندخل على الايكون دي ونتفرج على الريلز بتاعتنا بالشكل ده ونقلب لحد ما نشوف فيديو احنا عايزينه وعايزين نحفظه عندنا. وليكن الفيديو ده انا عايز احفظه عندي. هاجي هنا هدوس على الايكون دي بالشكل ده وهبتدي ان انا اعمل سيرش على النيم بتاعي. تمام بالشكل ده يا جماعة اهو، هعلم عليه بالشكل ده وهقول سند. تمام، ولو جيت خرجت بالشكل ده ورجعت كده هاجي ادوس على الايقونة بتاعت الرسائل، هلاقي اول محادثة عندي المحادثة الشات بتاعي يعني. هبتدي ان انا ابص كده هلاقي الفيديو اللي انا عايز اللي انا كنت عايز احفظه عندي موجود هنا. فبالتالي يا جماعة اي فيديو يعني في دي فيديوهات قديمة انا عايز ارجع لها من اول وجديد، تمام، حافظها عندي يعني. تمام، لو انا حبيت ان انا ارجع لاي فيديو من الفيديوهات دي واتفرج عليها هدخل على الشات بتاعي هلاقي الفيديوهات محفوظة بالمنظر ده، اقدر ان انا في اي وقت اخش على الفيديو واتفرج عليه زي ما انا عايز. ده كان شرح النهاردة، شرح بسيط، اتمنى ان كله يكون استفاد. بس يا جماعة متنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وطبعا اللايك الجميل بتاعكم عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو عايزين تعرفوا انا كنت غايب فين الفترة اللي فاتت طبعا هتلاقوا الفيديو اللي ظهر قدامكم على الشاشة ده، تقدروا تخشوا وتعرفوا كل حاجة. اشوفكم فيديو جديد، سلام.